يبدو من علامات الساعة الكبرى، بعد أن تمتلئ الأرض جورا وظلما، يبعث الله الإمام محمد بن عبد الله المهدي فيملأ الأرض قسطا وعدلا. ثم هذا إنسان له مدعي ولا هو متطلع للإمارة ولا طالب لها، إنسان تقي مؤمن من أهل بيت النبي، خاضع زاهد منيب واسع العلم بالكتاب والسنة، صاحب سند ومعرفة، يهيئه الله تعالى ويصلحه في ليلة، يعرف بالعلامات فيدعى لأن يتولى الأمر للإنقاذ الأمة، فيهاب الأمر ويخاف ويهرب. حتى ذكرني بأنه يهرب من مكة إلى المدينة ثم يعود. يتعجبون في الحديث أنه ذكر في نفس اليوم يروح المدينة ومكة، مع أن ذاك الأيام ما في وسائل نقل، إذا واحد يروح المكة المدينة يبغى 8 أيام ويرجع 8 أيام ثانية، وهذا في نفس اليوم يروح. ثم عند ما يلوذ وقت أخيار الأمة بكبار أهل النور فيهم السر، يستيقنون صفاته ويقولون هذا هو صاحبكم، فيأتون إليه يقولون متى تترك الأمة في هذا الحال، تبايعوا إلا نخرج لك السيوف، فيبسط يده ما بين الركن والمقام عند الكعبة، ها كأني به بين المقام وركنها، يبايعه من كل صف مبارك، به ينعش الرحمن ملة جده وتحيا معالم دينه ومناسكه. لا مدعي ولا متكبر ولا راغب في دنيا، ولا يقول للناس بايعوني ولا تعالوا عندي، ولا هو حق سياسة ولا حق خساسة ولا حق شيء من هذه الأشياء، تقي نقي عابد زاهد متقي، يهيئه الله للأمانة فيحملها ويقوم بها على وجهات، حتى مع اضطراب أحوال الناس يتوجه إليه جيش يريدون مقاتلته، حتى إذا كانوا بين المدينة ومكة الزهراء خسف بهم، يخسف بأولهم وآخرهم.